يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضل، كيف فيني ساعدك؟ تذكر على سان فرانسيسكو وبأقرب رحلة ذهاب وبس. أمي. أهلين ابني، وين كنت مختفي من الصبح؟ كان في عندي شوية شغل وخلصته. شي حلو والله، يعني أنت لازم كل يوم تعمل مشكلة وتختفي من بعدها فورا. ابني بكفي الله يخليك، من يوم اللي اجيت كل يوم في مشكلة، رح تضلك هيك تعبني؟ خلص ما عاد تعبك أمي، مو بس أنت، الكل حيرتاح مني. ضل يوم واحد من بعدها ما عاد ضايقكم بالمرة. شو منفهم من هالحكي؟ أنا راجع على أمريكا. ما فيك هيك تتركنا وتترك كل شيء وتمشي. ما ضل قدامي غير هذا الحل، حاولت وجربت اني يبقى هون ما زبطت. هيك رايك؟ كتر خيرك والله، هالقد الشغله سهله؟ انت ما فكرت باهلك؟ ما فكرت بامك شو رح يصير باحلامها وبامالها؟ كان بودي اني احقق لك احلامك. ايه بس الشركه قصة انتهت بالنسبه لي، وهلا عن اذنك بدي ضب شنطايتي. انت هيك مو بس تخليت عنا، وعم تتخلى عن حقك كمان. لا ما عم بتخلى عن حقي بنوم، حقي رح اخده بالقرش. أخي أنت متضايق مني لأني مسافر مو هيك؟ ليش لا أتضايق منك؟ الله معك، ليش مين أنت؟ ها؟ أخي رفيقي صديقي بابا، قلي لشوف أنت أي واحد منهم؟ أنت شو؟ أنت ولا شيء، ولا شيء. وإذا كنت جاي لهون مشان تريح ضميرك خليني أقول لك ما في داعي، مو فارقة معي. أنا تغيرت، زمن العواطف انتهى. انتهى من زمان. اللي واقف قدامك هلأ مو أرضى الضعيف اللي أنت بتعرفه. هلأ روح وين ما بدك. مع السلامة. الست فريدة آخر همها، وهي الولد رح يسافر. يسافر هي شو رح تفرق معه؟ بس هذا ابني بيحرق قلبي وقت بيروح، أنا ما صدقت إنه رجع من هنيك. أمي روقي، لهلأ ما تأكدنا من قراره، يمكن قال لك هيك لأنه معصب مو أكثر. ميليس شو ما سمعتي أخوكي يعني؟ قال جاي لهون لحتى يضب أغراضه، هو وستك أعند من بعض، اثنيناتهم ما عم يقبلوا يتنازلوا. يعني معقول اخسر ابني وانا هيك عم بتفرج؟ يا ربي. امي بس تجي ستي المسا بتحكي معه، ممكن انها تقدر تمنعه؟ ما رح تمنعه،
هي مفكرة أنه هيك عم تربيه بهالطريقة. ما رح سامح ستك لآخر عمري ميليس، ولا بحياتي كلها رح سامح. هذا الموضوع ما عاد ينسكت عليه. وين رايحة أمي؟ بدي روح شوف ستك وخبرها شو عملت فيني. تفضل. إن شاء الله يعجبوك هدول الأقلام الحبر، لأحلى أنسة. إن شاء الله العمر كله. شكرا كثير. رح جيب لك قهوة واجي. لا لا معلش بلا القهوة، جاي على بالي دول كان. عن جد كثير فرحت بجيتك جيمي. هلا بقدر سامحك. تفضل هي قطعتك. يلا خلينا نحتفل بهاليوم الحلو. على فكرة البيت بجنة، المسبح والحديقة كثير حلوين تتهنوا فيه. شكرا لك. الكيك بشهي. صحة وهنا. ليك جيم، أنا كمان كان في شيء بدي أحكيه معك، بس أنت احكي قبلي. شو بدي احكي جانسو؟ انت قلت لي على التليفون بدك تخبرني بشغله. ايه. انا راجع على امريكا. كيف؟ راجع عن جد؟ ألو زيرين، لازم شوفك اليوم ضروري. طيب اليوم بشوفك. ماشي. أهلا وسهلا ست وليا. أهلين فيك. بقدر شوف مسعود؟ طبعا تفضل. معلش لو سمحتي تراجعي شوي عن موقفك. أنت أم مثلي وبتعرفي منيح شو يعني الأم تخسر ابنها. كلامي صح مرت عمي؟ هلأ ما عم افهم. شو اللي ما عم تفهميه جانسو؟ ما في شي بيخليني يبقى هون. الأحسن إني روح أسس حياة جديدة لحالي. في شي بنت هنيك. لا بنت شو؟ لك هلأ وين رايح؟ أنا متفهمة إنك متضايق من ستك وحابب تبعد شوي، بس جينك أنا بعرفك ما فيك تعيش هنيك لحالك، لا عندك جامعة ولا غيره، هيك رح تدمر حالك. بترجاك تغير رأيك. جانسو رجاء لا تبكي لو سمحتي. أنا ما عم قلك مشان تبكي هلأ. آسفة مو بإيدي، لأنه مقهورة. وأنا كمان ما كنت حابب إني أمشي. كان في عندي أمل بالفترة الأخيرة هون، وكنت حابب بلش كل شيء من أول وجديد. هذا الأمل كان عم يخليني أتحمل، عم يخليني أكون مطمئن، عم يساعدني أحسم الصراع اللي جواتي. برأيي لسه في عندك فرصة. تقدر تقعد مع ستك وتتفاهموا. نسيان قديش كنت تحكي لي عن حبها لإلك من زمان؟ أنا برأيي لسه فيكم تصلحوا كل شيء. القصة مو بهي البساطة جانسو، فهميني. الشيء اللي كان عم يعطيني الأمل هون خلص فقدته. بركي شي يوم أقدر أرجع لهون مشان دور عليه. بس طبعاً هذا الشيء شبه مستحيل. مثل ما قلت لك، ما عاد في شيء مهم أبقى مشانه. بلا في شيء مهم. بس انت ما شفته. شو هو اللي ما شفته؟ ما شفتني. ما شفت قدي انا بحبك. ما شفت اني مجنونة فيك. ما شفتني ابدا. انا لازم امشي، عندي موعد. جيمي.
تروح وتتركني.